المستشار يوسف شاهد وتقعد في نفس الوقت مع كمال الطيف غريم يوسف شاهد. عدل السؤال اللي بعد. فما رؤساء حكومات استثراوا من السياسة؟ السياسي الحالي اليوم مغوص كان كيفاش ياخذ وكيفاش يعطي المالين وكيفاش يعطي الواحد. تشوف أنت في سياسيين عملوا ثروات غير شرعية من السياسة وبالسياسة؟ لأن أعرف عباد كانوا يقسموا العظم على ليلتين. ولاو؟ ولاو لاباس عليهم. عندك مظاهر الثراء سلاسل. شنو مظاهر الثراء؟ عندك فيلا، عندك بيسين، عندك كذا. يا ودي حتى الحبش لا يحفر لباب برا. كل سياسي يمشي للسلطة باش يولي غني لازم يدخل الحبس. الفلوس اللي دفعتها دولة عربية لنداء تونس استولوا عليه أشخاص. ثم دولة عربية دفعت فلوس. دفعت فلوس كبيرة. كبيرة. ملايين الدولارات. جريمة اختيرة ياسر ترتقي إلى الخيانة العظمى إلى التخابر مع دولة أجنبية. ناس تاخذ فلوس باش تفزل انتخابات. علاش الفص تحاسب على الفلوس وقت تشوف فيها الفلوس في الكرادة في نداء تونس؟ اختارنا بها ربي من نداء تونس، اذكروا موتاكم بخير. ماذا تحترم في حافظ قائد ست؟ نزاهته وعلمه. هو الامن في نفس الوقت هو ضحيه من ضحايا البلاد هذه اللي كانوا تاعها، المحنة تاعها دين ماديا. رؤساء الحكومات مأساتهم في محيطهم. قديش من مره دخلت المنزل راشد الغنوشي؟ مرتين. شنو معناها انا امني؟ معناها يعاير فيه بخدمه البوليس، هي بوليس ويشرف البوليس. ما قلناش العكس. ما تعايرنيش بخدمه. لا ما قلناش العكس. في بالك لو كان مش امنيين والنقابه الامنيه اللي نحكي لك عليها، راك عندك دوريه الحصان في الافنيو. المشكله مش فيا ومش فيك، في اللي خلى حوته وجاي يوصل في الاخبار. قال لي انت ما نخافش عليك وتقعد حتى مع الشيطان راني غير مفلح. لا سبيل اليه الى التسلل. مجموعات سياسية إلى المؤسسة الأمنية بخلي مثل ما تتسلل الدودة إلى الثمرة. أنصح نور الدين البحيري بي حمية غذائية ريجين. هاي تقلبت لي معنا أنت بحث وأنا توا تبحث فيا كاين. لا بالحق وبالطريقة هذه أنت أنا تبحث فيا وأنا من جابك يا خويا أنا مش سيدي برا جيب لي محامي. قديش حجمها الفلوس؟ في حدود 40 مليون دولار. رئيس الحكومة الحالي كيفاش تعتبره؟ تخلق باش يكون نيميرو 1 ولا نيميرو 2؟ هو توا يحاول باش يكون نيميرو 1. أنا لا أطلق النار على سيارات الإسعاف. سيأتي وقت نتحاسب فيه. أجبتهم والحرب يلفع غيرتي عن أهلها، عن مدنها وقراها، عن كل جزء من شناشين الهوى، عن تونس الخضراء ما أحلى. وحش الشجر سمير الليفي مع الأحد 9:15 متاع الليل على قناة التاسعة.